بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وفي سياق الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تكلمنا عن بعض مناقبه، ومن ذلك حديث خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. ومن ذلك أيضا حديث المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فدعا الحسين والحسن وعلي وفاطمة رضي الله عنهم، وحديث الكساء أيضا. وكنا أيضا مع حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وبينا أن علي لا شك أنه من أولياء الله، بل من كبار أولياء الله، وكذلك أبو بكر الصديق، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اختلف في هذا الحديث من حيث الصحة والضعف والنقد. لكن يتصل بهذا الحديث حديث آخر، وهو حديث الثقلين، وذلك أنه كما يذكرون أن ذلك كان في بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وأنه خطب في منطقة تسمى غدير خم، وأنه قال ذاك الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. وأنه في خطبته هذه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. هل هذا الحديث روي بألفاظ، وبعض هذه الألفاظ عند التدقيق لا تصح نقدا، وهنالك لفظ هو الأصح منها، وهذا الذي أود أن أبينه. مثلا: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، لا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: أطيع الله وأطيع الرسول، هذا لا شك فيه. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ أقول لا يثبت سندا. طيب، هنالك من يرويه بلفظ: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي. لا شك أن لأهل البيت مقامهم الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ أيضا لا يسلم عند النقد، لأن البعض جعل من هذا الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي، وكأن العترة آل البيت مصدرا للتشريع، فبنوا عليها بناء غير صحيح، وبالتالي كان هنالك انحراف من بعض الفرق والزنادقة ونحو ذلك. إذن ما هو اللفظ الصحيح في ذلك؟ لعل الأصح في ذلك: تركت فيكم ثقلين، قال أولهما. إذن ما في هنا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، إنما تركت فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، قال فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وحث على كتاب الله، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا اللفظ الأصح في هذه الرواية، أنه ينوه عليه الصلاة والسلام إلى أمرين يوصينا بهما عليه الصلاة والسلام، ويبين حق كل منهما على حدة. الحق الأول هو الاستمساك بكتاب الله، ولم يذكر هنا إلا كتاب الله، ولذلك حتى في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: تركتم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. إذن لم يذكر إلا كتاب الله، وفي سياقات عدة لم يذكر إلا كتاب الله. هنا لا شك كتاب الله يهدي إلى وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويهدي إلى كل ما ينبغي الاهتداء والاقتداء والأخذ به. لكن هكذا جاء النص: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. هذا وأين؟ في خطبة حجة الوداع. إذن في غدير خم هنا تركت فيكم ثقلين، فقال أولهما كتاب الله، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بكتاب الله، وحث على كتاب الله، ثم قال وأذكركم الله في أهل بيتي أو أهل بيتي أهل بيتي، وأكررها عليه الصلاة والسلام. إذن بيّن أن ثمة أمرين يريد عليه الصلاة والسلام أن يبينهما، ويبين حق كل منهما. الأمر الأول كتاب الله، وبيّن حقه: خذوا به، استمسكوا به، فحث على كتاب الله. ثم بيّن
الأمر الثاني وأن له حقا أيضا ويجب الأخذ به ويجب القيام به وهو أهل بيته صلى الله عليه وسلم. أما صيغة العطف التي يذكرها البعض ويضيفون هذه العبارة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، سواء قال كتاب الله وعترتي أو قال كتاب الله وسنتي، فهذه الروايات لم تسلم من النقد. كذلك مثلا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذه بهذا اللفظ لم تسلم أيضا من النقد. إذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي خطبة غدير خم وفي خطبته بين يدي وفاته عليه الصلاة والسلام أنه أمر وحث على التمسك بكتاب الله جل جلاله، ولا شك أن كتاب الله يأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نستمر في بيان بعض فضائل ومناقب الإمام علي وبعض ما ورد في ذلك، منها قضية القضاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لعلي بالقضاء بالعلم بالقضاء فقال وأقضاهم علي، أي أعظم أو أعلم الصحابة بالقضاء وأكثرهم تسديدا في القضاء هو علي رضي الله عنه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام علم عليا القضاء أيضا فقال لا تسمع للأول حتى تسمع للآخر، لا تسمع للأول حتى تسمع للآخر فسوف ترى كيف تقضي. وهذا طبعا منهج أنه لا بد، بمعنى لا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر، كما في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك. هذه كلمة قال لقد ظلمك هنا ما بينه سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب، بمعنى أنه ما كان ينبغي أن يقول فورا لقد ظلمك. هنا ليس قضية كما يكذب الرواة في بعض الأقاصيص المكذوبة التي تسمى إسرائيليات أنه كان هنالك عند داود 99 امرأة وأنه كانت امرأة قائده جميلة، هذا كله كذب وافتراء. هو أرسل الله له هذين الملكين ليعلماه ويعلماننا طريقة القضاء، وأنه لا بد أن نسمع من الطرف الثاني قبل أن نقضي في ذلك. هذا ما علمه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، لذلك أرسله إلى اليمن قاضيا. فعلي تقول الرواية أنه استغرب من ذلك قال ترسلني إلى من هو أسن مني وأنا حدث، طبعا حدث يعني بالنسبة لغيره، وإلا هو عمره في ذلك الوقت نحو من 30 سنة في الواقع. وهذا من تواضع علي رضي الله عنه، قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا في ذلك اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. يقول علي فما اختلف علي قضاء بعد ذلك وما أشكل علي قضاء بعد ذلك. إذن لا شك أن هذه من ميزات الإمام علي رضي الله عنه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وتخصيصه بالتعليم في ذلك مع كون ذلك تعليما لنا جميعا. لا شك أن علم علي من كبار علماء الصحابة كما أنه من كبار فقهائهم، بل هو المقدم فيهم في كثير من الحالات، كما أنه أقضاهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ربما أحيانا تورد روايات تحتاج منا إلى توقف أو نقد نتبين حقيقة. يعني مثلا يوردون عن عمر رضي الله عنه عندما يقول كان عمر يتعوذ من معضلة ولا أبو حسن لها، أو ليس لها أبو حسن، يعني كان يقول أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني إذا كان أبو الحسن علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يحل هذه المعضلة فهذه المعضلة لا حل لها. إذن هذا الحديث فيه ثناء على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أنه عنده من القدرة على حل إشكال المعضلات، لكن هذه الرواية وردت مرسلة من خلال سعيد بن مسيب رضي الله عنه، ولكن العلماء يقولون أن مرسلات سعيد بن مسيب لها مكانتها المقدمة على غيرها من المراسيل. لكن في المقابل يروون عن ابن عباس أنه يقول أن علي رضي الله عنه أوتي 9 أعشار العلم وإنه يشارك في العشر العاشر أو في العشر العاشر،
حقيقة لم يثبت عن ابن عباس أن عليا أوتي 19 العلم وأنه يشارك في العشر العاشر. أيضا يرون في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. فالواقع أن هذا حديث موضوع، أي لا أصل له، أي لا يصح. وإن حاول بعض الناس أن يجمع له روايات ويحاول أن يخرجه وأن يصححه. قضية مهمة جدا، أنه سئل علي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي بشيء خاص؟ فقال ما عهد إلينا إلا بما في هذه الصحيفة. وماذا في هذه الصحيفة؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهده. وبين أن فيها أحكام العاقلة، هذا كل ما في هذه الصحيفة. لذلك من يقولون أنه في الجفر، وهو أي الجلد الذي احتوى على كتاب ونحو ذلك خاص بالإمام علي، أو أنه من الوحي، أو أنه فيه نبوءات المستقبل، أو أنه ترك عندهم مصحف فاطمة، أو أنه كان عنده المصحف الذي نسخه عن النبي غير المصحف الذي بين أيدينا، فكلها هذه من أكاذيب الزنادقة والمنحرفين والتي لا أصل لها في الحقيقة. مما يروى في شأن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي لا تتبع النظرة إنما لك الأولى. حقيقة هذا حديث ضعيف، وهم يحاول البعض أن يشوه من خلاله بحق الإمام علي، وكأن الإمام علي يتتبع النظرات. ما كان ذلك من الإمام علي، حتى لو صح هي وصية عامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض هنا يثير حديث آخر أن علي قال كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال فيها الوضوء، قال في هذا السياق فاستحييت أن أسأله لمكانة ابنته مني. حقيقة هذا بيان حكم فقهيا وأمر إنساني بشري، بالعكس يدل على عظم حياء علي رضي الله عنه وإن في طلب العلم، لأن البعض عندما يقول لا حياء في الدين غير صحيح هذا الكلام. هو الإنسان يطلب العلم ويسأل ويتحقق، لكن أيضا حتى طلب العلم يحتاج إلى حياء. كيف يطلب هذا العلم؟ كما كان بعض نساء الصحابيات يستحيين أن يسألن عن بعض أحكام الحيض مثلا بالتفصيل، فيحيلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيدة عائشة ونحو ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.